خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونياً وسداد قيمة الوديعة المقررة ولا نية لمدها مرة أخرى. النهاردة هيقدم النجم هاني شاكر حفل غنائي على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة اللي بيتفاعل معها الجمهور. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 20 من عمر الدوري المصري، هيلتقي سيراميكا مع فاركو في السابعة مساءً.